أهلا بكم متابعينا إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. مقتل 14 مدنيا في قصف لقوات النظام السوري على مناطق في الغوطة الشرقية وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. عشرات الآلاف يتظاهرون في زيمبابوي مطالبين باستقالة الرئيس موغابي. حصيلة الفيضانات المدمرة في اليونان تزداد إلى 19 قتيلا. الحريري يؤكد أنه سيتوجه إلى بيروت للمشاركة في احتفالات الاستقلال الأربعاء المقبل. فرنسا تبحث استضافة اجتماع لمجموعة دعم دولية للبنان لبحث الأزمة السياسية. الرياض تستضيف أول اجتماع للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب في 26 من تشرين الثاني نوفمبر. ناسا تستعد لإطلاق قمر اصطناعي للأرصاد الجوية من الجيل الجديد. أبل تؤجل طرح جهاز هوم بود بالأسواق حتى عام 2018. وفيسبوك تدمج ميزة القصص مع ماسنجر داي.